ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أظهر فيديو تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة من سوق أسبوعي، حيث يلاحظ عدم وجود التباعد الاجتماعي بالإضافة للاكتظاظ الشديد في ظل تفشي جائحة كورونا. وجدير بالذكر أن العديد من الأسواق الأسبوعية في البوادي قد استعادت نشاطها بعد توقف بسبب حالة الطوارئ والحجر الصحي، وخصوصا أسواق المواشي التي عرفت ركودا كبيرا، مما قد يتسبب في خسائر فادحة للكسابة الذين يعولون على العيد الأضحى لتخفيف الأضرار بسبب ندرة التساقطات وغلاء الأعلاف. الطوبيسات والطاكسيات وخلات القصاريات وخلات السواق وبلاش الجامع هو اللي كينشر العدوى. اقول لهذوك اللي قال لك لا راه الجامع كينشروا فيه العدوى تاع كورونا، شحال ديال البشريه كاين هنا؟ هذه جمعة قيسة اليوم 26 شهر 2020، حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.